السلام عليكم وبركاته. قناة جيم جروب، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبون كومنت. اليوم راجل كوميدي طبعا، سوى لي فرق تحت الانستغرام باليوم تحليل مباراة قمة تشيلسي والسيتي. يلا نبدأ بالتشكيل اللي اعتمد عليه. طبعا المباراة كان لها نجوم كبير، لومر وبالدياز، ما نقدر نشيلها من قائمة نجوم النقاب، الروح القتالية، الصلابة الدفاعية اللي عنده كابتن. أيضا يعني بالنسبة لي من النواحي التكتيكية وكان جدا ممكن تساعد غوارديولا، وصفقة جدا مهمة للسيتي. وكان نجم اللقاء اليوم جاكي، قيل لي شروه من أضاع فرصة، ولكن نجم اللقاء جاكي، مو نجم اللقاء، لا من نجوم اللقاء، أما النجم الأوحد الوحيد الأقوى واحد نجم اللقاء لا، ولكن من نجوم اللقاء جاكي. متي تتكلم عن مدافع نجم اللقاء من السيتي روبن دياز، أكيد لازم ما تنسى اللاعب سيزار أزبيليكويتا القيصر. اليوم أطراف تشيلسي ما كانت فعالة هجوميا ودفاعيا ما كانت حتى ممتازة بشكل كبير، يعني اللي غطوا على اطراف تشيلسي دفاعيا هجوميا ما روديجر ما كان عنده دور هجوميا، يعني لما يدخل يفتح ارض الملعب يعمل يسوي تقاطعات مع الونسو، يعني كان جدا مؤثر. أزبيليكويتا يعني أزبيليكويتا هو بالنسبة لي لاعب قلب دفاع ثالث ممتاز، اما انك تلعب لي ظهير تطلب منه ادوار دفاعيه وجميله، اطلب منه ادوار دفاعيه فقط يعطيك توب 100%. بعد خروج ريس جيمس أزبيليكويتا يعني خساره تشيلسي دفاعيا وجميا، مو اللاعب الممتاز يعني بطيء اللاعب، يعني بس حتى عرضيات ما عنده عرضيات دقيقه، يعني بالنسبه لي خروج ريس جيمس كان جدا مؤثر جدا، واستغل جاكي غيليش خصوصا بعد تسجيل هدف الاول لسيتي وخيسوس هجموا تشيلسي بشكل غير طبيعي. أزبيليكويتا تشوفه كمهاجم 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 دافع تيم برنو الكا، كمهاجم جناح حين وليس غير، ترك مساحة جاكي غيليش، جاكي غيليش أضع فرصة بعدين كان يطلع. اليوم كانتي كان أساسي هو جورجينيو وكوفيتش وألونسو جيمس، كان يعني معركة بخط الوسط، وكانتي كان لها أدوار دفاعية هجومية ودفاعية هجومية ودفاعية، وكانتي جدا لاعب ذكي في الضغط العالي في التنبؤ بالكرة، تحركه لاعب خفيف يتحرك بيضغط على اثنين ثاني واحدة بيتحرك، يعني كان جدا مؤثر اليوم. بالحالة الدفاعية كانتي يضم من خط الوسط، يضم يساند دفاعين، لأن السيتي ما كان عندهم هجمات مرتدة، هجمات مرتدة فكانت بيقدر يرجع. اليوم أنا يعني ليش فيرنر ليش مو هافرتس؟ أنا بعطيكم الجواب، ألونسو لاعب بطيء وعلى الجهة اليمنى في لاعب اسمه ووكر، ونعرف ووكر قد ما هو سريع، فاليوم فيرنر كان موجود، فيرنر يلعب جناح يسر مع لايبزيغ، كان يلعب جناح يسر وليس مهاجم، فكان رايح لووكر في بعض الأحيان، يروح لووكر في بعض الأحيان راح الجهة اليمنى للاعب كانسيلو. كانسيلو اليوم كان نجم، بعد نسينا نقول كانسيلو نجم، كانسيلو نجم، وسر الهدف الأول الوحيد المباراة اللي خيسوس هو كانسيلو، التمويه اللي سواه، التمويه الذكي اللي سواه، وكل ما يسوي هذا الشيء يعني لاعب يعني وايد يسوي التمويه هذا، ويعني تخيل إنه جناح ظهير أيمن مع ووكر راح ظهير يسار ويعطي أداء توب. نجوم اللقاء من تشيلسي هما كوفازيتش وسيزر. طبعا تشيلسي اللي يمتاز فيه بالشوط الاول انه خرج مو مستقبل هدف، يعني خرج مو مستقبل هدف، كان وصلت السيطره في بعض الاحيان 70% للسيتي، ولكن كان يعني خابز السيتي، وتنظيم الدفاع المحكم بال 5-3-2 في الحاله الدفاعيه مع عوده كانتي لخط الوسط، وفيرنر همن كان يعني عنده دور دفاعية، يعني بس شنو أول ما يستلمون الكرة يلعبون كرة طويلة، يعني أول ما يعني يكون عند السيتي جريليش يحاول يراوغ يقطع أزبيليكويتا على طول كرة طويلة للوكاكو، بس كما حطة نلعب كرة طويلة حق لوكاكو، كله كما حطة لوكاكو يسلم كرة يحضن عليها يفتح كوفازيتش يفتح ألونسو يفتح فيرنر بعدين يلعب باص، هو كذي كما حطة. ولكن اليوم تجبر أملك لابورت في القوة البدنية واللاعب روبن دياز يا جماعة، أنا بالنسبة لي هو عطى خيسوس نجم المباراة، ولكن أنا بالنسبة لي والله روبن دياز، روبن 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 روبن، تخيلوا بهذه الثقة العالية وبروح القتالية بلاعب عمره 23 سنة. أنا ما أقول إن السيتي كان سيء، ولكن أقول إن تشيلسي كان ممتاز، والسيتي ما كان اللي عاطي أداء شوط ممتاز، يعني كان ولا تسديدة على المرمى بالشوط الأول، يعني أنا شاهدت إحصائية بس تسديدة واحدة على المرمى،
فما كان فيها الخطورة بالشرط لو رغم ان تشيلسي ما كان عنده اي خطورة بعد، ولكن انك لما تستحوذ من دون اي خطورة يعني كنا برشلونة، كنا برشلونة في الوقت الحالي بيستحوذ بدون اي خطورة بدون تسديد على المرمى. حسيت بعض الاحيان السيتي هو برشلونة. لكن انا حابب اقول لكم جماهير السيتي ترى دفاعكم مو هالدفاع، ترى صحيح في روح قتالية وكذي، ولكن يعني باريس راح يكون من الصعب جدا توقفوهم. يعني فريق عنده لاعبين هجوميين ممتازين صعب توقفهم. اليوم تشيلسي منو عندهم بالهجوم؟ فيرنر بس يضيعين، بس لوكاكو، بس لوكاكو. فاكيد انت اليوم قدرت تصلب دفاعيا لما كان في لاعبين هجوميين ياثرون، ما كان ماونت موجود ولا هافرز كان موجود اساسي، ماونت كان مصاب وهافرز مو موجود اساسي. فلما تباري باريس ما يدش لك ميسي كراجع من اصابه، مبابي، نيمار، دي ماريا، حكيمي، مني راح يبين هل دفاع سيتي قوي ولا لا. اما الحين امام لوكاكو بس يعني ما تقدر تشوف اي شيء، لان تشيلسي ممتاز دفاعيا وليس هجوميا، اما باريس ممتاز هجوميا. فراح نشوف امام باريس يوم الثلاثاء يعني ايش راح يسوي السيتي دفاعيا. لكن دفاع السيتي كفرديات يعني بالفرديات كانوا ممتازين، لابورتو وروبن دياز وكانسيلو. صراحة روبن دياز النجم الأول، بعده كانسلو وخشية مارك لابورت. يعني كالفرديات ممتازين، ولكن كجماعة جماعيا مو هالتوب. وأنا استغربت إنه قاعد يلعبون دفاع متقدم من بداية المباراة للنهاية، إنما سجلت هدف للحين دفاع متقدم. تلشي بشوط الأول مثل ما قلنا كله كرات طويلة، أزبيليكويتا يكون ألونسو فاتح، لا حق لوكاكو يلعب كما حاطه واللاعبين يفتحون، كذي كان أسلوب تلشي بشوط الأول. بس أول ما نقطع الكرة كرة طويلة وبس. يبرون اليوم خصوصا بالشوط الاول كان متعطل صراحه، جورجيني قطع عن الماي الكهرباء، جورجيني بالشوط الاول قطع عن دي برون الماي الكهرباء. يعني صد جورجيني اليوم اغلق كل شيء على دي برون، اغلق المفاتيح، مفاتيح اللعب عند السيتي هم دي برون. اليوم جورجيني اغلق المفاتيح اللعب، اغلق اليوم. خيسوس لاعب يلعب مهاجم، ولكن نعرف انه لاعب على الجهه اليمنى ممتاز، وغوارديولا يحب يلعب على الجهه اليمنى وبتمديد على ارض الملعب، يحب يمدد عرض الملعب فيه، ويخلي ووكر كقلب دفاع، خيسوس يصير نفسه كظهير يمدد عرض الملعب، وجريتش هم على الجهة اليسرى يمدد عرض الملعب ويترك مساحات لكانسلو. نفس الشيء يصير على الجهة اليمنى يصير على الجهة اليسرى. اليوم ما يعني خيسوس يلعب مهاجم، ولكن مثل ما قلنا على الجناح الايمن، فالمهاجم اللي هو يا في الفودين يا اللاعب برناردو سيلفا وليس دي بروين. دي بروين يبي في خط الوسط لان تشيلسي داش خمسة وسط، فيا في الفودين يا برناردو سيلفا في المهاجم الوهمي. اليوم في الفودين. غوارديولا اليوم مدد عرض الملعب بخيسوس وجريليش، ووكر قلب دفاع، وكانسلو كلاعب وسط شوي، كلاعب وسط مساند شوي كرودري في البناء، كان لاعب وسط كانسلو وجريليش بتمديد عرض الملعب. ولكن هم من تشيلسي يعني مدد عرض الملعب هو يمدد، ألونسو تمديد عرض الملعب يروح يراقب خيسوس، وريس جيمس يروح يراقب جريليش، ثلاثة في العمق سيزار وكريستنسن وروديجر. بعد تسجيل هدف الأول للسيتي تشيلسي غامر وهاجم ترك دفاعه يعني شوارع، والسيتي ضيع فرصتين، ضيع دي بروين أو نقول تصدى لها تياغو سيلفا، ما نقول ضيع دي بروين، ضيع اللاعب جاك جريليش. برناردو سيلفا اليوم كان ممتاز، ولازم نثني عليه اللاعب من نواحي دفاعية هجومية، كان يركض ركض ركض طول ملعب، كنا في دي فالفيردي قاعد يلعب، كنا فالفيردي. ولكن اليوم لما يتقدم كانسيلو ما كان أحد يعوض تقدمه، كان في شارع على جهة كانسيلو، ما كان في أحد يعوض تقدمه لما يتقدم كانسيلو. أقول لكم ليش؟ لأن ريس جيمس طلع، نعرف ريس جيمس عنده دور هجومية، ريس جيمس طلع، غصب لوكيتا دخل مكان ريس جيمس، نعرف الناس بالكويت ما ده دور هجومية توب، فكان سولو ارتاح وهاجم كل أريحية وبندور خوف إنه فيه وراء مساحات، لا عادي. يدري الناس بالكويت يعني ضعيف دفاعي، ضعيف هجوميا، ومارك لابورت راح يغلق عليه الماي الكهرباء. في ستانفورد بريدج يعني أول تعثر تشيلسي من قول ألفين وجمار السيتي. صراحة أنا بالنسبة لي كنت حاسة تعادل يعني كان تستحق، ولكن السيتي فاز. ألفين وجمار السيتي، يعطيك جمار تشيلسي، وسلامت عليكم، مع السلامة.